قبل أسبوع قتل شابين صحراويين رميا بالرصاص بمخيمات تندوف، وأمس قتل طفل وشاب صحراوي آخر أيضا رميا بالرصاص. قبل ذلك جريمة أخرى بحق شباب مخيمات تندوف حرقا وهم أحياء، وجرائم أخرى كثيرة يغض عنها العالم الطرف، وتهمتهم جميعا هي البحث عن لقمة عيش كريم. في ظل الحصار المطبق على الساكنة بالمخيمات يسود قانون الغاب، وتستقوي الآلة العسكرية الجزائرية لتطال حتى الطفولة وتحرمها حق العيش الكريم وحق الحياة. تقرير في الموضوع لفتح الأمين. وإذا الطفولة سئلت بأي ذنب قتلت؟ نعم، إنما يقع اليوم من توحش وقساوة وجرائم وانحرافات بمخيمات تندوف ما هي إلا نتائج سياسة نظام سقيم وانحرافات سيكولوجية خطيرة ومشروعات أيديولوجية لا تعرف إلا العنف والفساد. عميت أبصارهم وصدئت قلوبهم ولم يعودوا يرون إلا الوهم حقيقة متمثلا أمام سياستهم الرعناء، ولا يتورعون في قتل كل ساكنة المخيمات من أجل قيم فاسدة زرعوها في صدورهم. كيف تجسد مشروعهم في القتل بمثل هذا الجنون الذي لا يعرف إلا سفك الدماء؟ يوغلون في البلادة بحيث لا يفرقون بين الموت والحياة. إن كل من يمتلك ذرة من الإيمان بالله وبكل القيم سيهتز من أعماقه وهو يرى الطفولة البريئة تقتل بكل الأسلحة القذرة التي لم تخلق لقتل الأبرياء وإيذاء الطفولة المعذبة في وجودها بمكان لم تخير فيه. طفولة مخيمات تندوف تعاني الأوجاع والأسقام والجوع والعري. ما ذنب الطفولة أن تدفع أرواحها البريئة وأجسادها الطرية أثمانا لعهر عسكر ينفذ أجندة نظام فاسد منتهي الصلاحية، وكأنه إرهاب العسكر المنظم الذي يعكس بلادة ساسة وعفونة مؤسسة عسكرية. بمخيمات تندوف الطفولة والبراءة تظلم بيد الجناة وفوق ذلك تقتل. طفل المخيمات غدا ضحية للآلة الحمقاء، والعالم ينظر كيف البراءة تستباح بتندوف وكيف الطفولة بالدماء تكلل. فتارة تحرق أجساد شباب وهم أحياء في حفر الموت من طرف العسكر الجزائري بتهمة البحث عن لقمة العيش، وتارة يقتلون رميا بالرصاص وبدم بارد والتهمة مرة أخرى البحث عن لقمة العيش. لكن أن تمتد يد الغدر لتطال الطفولة فتلك لم تعد فقط جريمة قتل أفراد عزل وحرمانهم الحق في الحياة فحسب، بل هي جريمة قتل حاضر ومستقبل. روح الطفل عبدات المنقب عن الذهب والباقون صعدت إلى السماء حقا، لكن طيفها سيبقى بمخيمات تندوف بصرخة طفل يتردد صداها في آذان ساكنة مخيمات تندوف، ورسالته للعالم ولهؤلاء بأن سكان المخيمات ما هم إلا أداة لمعاكسة دولة جارة لتحقيق الهيمنة والرياضة. فكما قتل عبداتي وغيره سيقتل آخرون دون تردد. ستختلف أعمارهم وانتماءاتهم القبلية وستبقى تهمتهم واحدة، البحث عن لقمة عيش تحت الحصار. والسؤال المطروح هنا، أين يا ترى تلك المنظمات الحقوقية الدولية التي صدعت رؤوس العالم بالدفاع عن حقوق أريد بها باطل؟ فهل هي منظمات ترى حينا وتعجز حينا، أم أنها ناطقة فقط حين ميسرة؟